الو الو، السلام عليكم، كيفك؟ شو اخبارك؟ تفضل، مين معي؟ لو سمحت انا معك من فريق منهم. يلا ثواني بس دقيقه. تفضل. اهلين اهلين، كيف الحال؟ اهلين يا اخي، واهلين، طمني عنك. الله يبارك فيك، الله يعطيكم العافيه. عمي سمعت انه عليك قصه دين وما دين، وبدي بعثوا لك حواله وما حواله من الحكي. ايه بعثوا لك شيء؟ والله بعثوا لي. ايه والله انا نازل على اساس بيت الدين. قديش بعثوا لك؟ مكتوب عبيلي ب 10,091 ورقه بدي هيك. اوف، سددوا لك كل الدين ما شاء الله. ايه والله هيك عم بيقولوا لي. اه معناته والله العظيم شغله كبيره. ايه والله والله لا نازل، انا ما مصدق يعني. انا نازل انا وابني، ابني بيعرف في التركي منيح يعني، انا اللي نروح على البيت الدين. هيكونوا كذابين هذول عمي. لا محشومين، ما حد يمسك بيعمل. اوادم فريق منهم، اوادم. عمي انا اسمي عاطف، مدير فريق منهم. ايه الله يعطيك العافيه. الله يعافيك، انا سمعت قصتكم وسالنا عنكم، وفي متبرع الله يجزيه الخير ما شاء الله عنه قال انا بدي ادفع كل المبلغ يعني. ايه سمعنا انا لكم هذا الدين، وان شاء الله هيك ازمه بتعدي، وادعوا له خيو. الله يطول بعمرك، الله يجزيك الخير بجزاء الله. الله يبارك فيك يا عم. الله وكيلك، ابني كيف ماسك البقره عم يراها هلا، من شوي خلص البقره عم يراها. الله وكيلك ابني حافظ. ها سمعت والله. احنا كيلك والاول على المدرسه هلا، هاي السنه اخذ تقدير. انا سمعت جايب 85 ما شاء الله. انا سمعت انه اولادك كلهم ما شاء الله من حافظه القران وشاطرين بالمدرسه، وانه قلبت فيكم الدنيا وصار عندكم مشاكل بالاقامه وبال بالبيت يعني، انتقلت على بيت ثاني. الله وكيلك، امورنا هيك تبهدلت، شو بدنا نسوي؟ الحمد لله الحمد لله، التقدير على الله، وشر عساك واهل الخير ما نسيونا رب العالمين، هيك سخرنا لنا لانه الناس سبق بر الله عز وجل بحنن على بعض. الحمد لله رب العالمين. انا سمعت انك انت لقيت شغل. ايه، وانه يعني وضعك رح يصير احسن بس تسدد الدين. فان شاء الله اموركم تتحسن، واذا احتجت شيء من يوم ورايح او شيء احنا اهلك باذن الله. الله يعزك، الله يعطيكم العافيه، والله يدعم كفاتكم. الله يبارك لي فيك يا عم. والله يديم عليكم الصحه والعافيه ان شاء الله. هذا بالله دايم وابدكم صحه وعافيه. الله يبارك فيك. والمصاري تروح وتجي. اي والله هيك دايم نسمع صوتكم، الله يطول بعمركم. الله يبارك فيك يا عم، ان شاء الله منزورك بس نجي على مدينتكم وباذن الله تعالى موفقين. والله بتشرفونا يا اخي، والله يطول بعمرك. على راسي، على راسي يا عم. سلام عليكم. مشكور يا استاذي، مشكور. الله يبارك فيك، شكر لله. على راسي يا عم. اهلين يا اخي واهلين. السلام عليكم. الله اهلين بامان الله معك يا اخي. الله معك. ايش دخلك انت؟ هاي العائله يعني اختها لزوجته بعثت لنا انه انا بسوريا بشمال سوريا، وبتمنى اني ساعد اختي بهالفتره اللي عم تمر فيها، مر فتره كثير كثير صعبه. فانا شو قصة تحكي لنا؟ فرحنا بعتنا متطوعة، زارتهم، جابت كل المعلومات وتأكدت من كل شيء، وسألت الجيران والمختار، وطلع لهم دين 10,000 ليرة. حكينا مع متبرع قلنا له هيك 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 القصة. قال والله في بحسابي 9,000 ليرة شايلهم على جنب، بعت لنا اياهم، حطينا فون 1090 صاروا 10,090 ليرة، سددنا لهم دين، وهذا الفيديو كنا عم نبشرهم. الله يجزيكم الخير يا رب.